هيشارك معنا هاتفيا الكابتن مدحت طه اسماعيل المدير الفني لفريق مواليد 97 بالنادي الاهلي. كابتن مدحت مساء الخير. اهلا مساء النور. اهلا بيك كابتن مدحت. احنا بنتكلم عن مستقبل النادي الاهلي، كابتن محمود صالح بيتكلم يا كابتن مدحت عن اهميه وجود قاعده بيانات وقياسات دوريه من مختلف المراحل العمريه للاعبين، بتدخل في حسابات تقييم اللاعب والنادي على اساسها يقدر يحدد كمان بجانب الرؤيه الفنيه للاعب في الملعب مدى استفادته او امكانيه استفادته بيه مستقبلا. هل شايف ان ده ممكن يعمل فرق مع الاهلي في الفتره الجايه للافضل او يقربه اكتر من المنافسه عالميا؟ اولا مساء الخير كابتن محمود. مساء الخير يا كابتن مدحت. طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده في منتهى الاهميه، والكلام اللي كان بيقوله كابتن محمود في منتهى الاهميه. الحاجات دي طبعا المفروض كانت تتعمل من فتره طويله. وانا اعتقد ان القياسات والحاجات دي مهمه جدا جدا لمعرفه تطور المستويات للعيبه بالذات في السن الصغير، ونقدر من خلالها نقدر نعرف مين اللي هيقدر يكمل من الولاد لغايه الفريق الاول. وبعدين القياسات دي بتفرق، فيه قياسات جسمانيه وقياسات بدنيه وقياسات مهاريه. الحاجات دي مهمه جدا جدا انها تتعمل بالذات في السن الصغير، وبالذات القياسات البدنيه في السن الصغير. انت عارف حضرتك طبعا في تشوهات قوامية لازم نقدر نشتغل على اللعيبه في السن الصغير. الكل ما السن كبر ما بنقدرش نصلح كل التشوهات القوميه دي، في السن الصغير بنقدر نعمله، كل ما يكبر ما بنقدرش. فطبعا زي ما بقول لحضرتك مهم جدا جدا القياسات دي تتعمل، وانا اعتقد ان احنا يعني في النادي ابتدينا نعمل القياسات دي، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يبقى في معمل كامل مختص بالحاجات دي في النادي، ودي ان شاء الله هيبقى ليها طبعا يعني سبب كبير جدا في نجاح اللعيبه وتطورهم في الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن مدحت، الفريق اللي بتتولى ادارته فنيا مسؤوليته كمدير فني حاليا 20 21 سنه، اللي هم الاقرب للفيرست تيم او للدرجه الاولى. تمام. هل بتطمن جماهير النادي الاهلي مشاهدي القناه واعضاء جماهير النادي انه في كوادر مميزه جدا هتدخل بقوه او عندها فرصه حقيقيه تبقى اضافه للفريق الاول في النادي الاهلي وللفريق الاول في منتخب مصر في الفتره الجايه ولا لا؟ طبعا يعني انا عايز بقى رايي ان نبين للناس ان احنا طبعا في قطاع الناشئين شغالين، الهدف الرئيسي من القطاع هو امداد الفريق الاول باللعيبه، مش الهدف الرئيسي ان احنا ناخد بطولات. طبعا يعني احنا بنشتغل بالتوازي ما بين الحاجتين دول، لكن انا قصدي ان الهدف الاساسي من قطاع الناشئين هو امداد الفريق الاول باللعيبه. دي نمره واحد. نمره اثنين، احنا عندنا في الفريق 97 عندنا شغالين في ثلاث جبهات، شغالين في اعراق المجموعه من اللعيبه المميزين، وفي مجموعه ثانيه متواجده اوريدي مع الفريق الاول من السنه اللي فاتت، وشغالين مع المجموعه الباقيه اللي هي بتشتغل معايا ان احنا ان شاء الله باذن الله بننافس على البطوله. فانا زي ما بقول لحضرتك في عندنا 7 لعيبه اعارات السنه دي طلعوا اعاره. 7 رقم كويس طبعا، رقم كبير. طبعا طبعا يعني انا ممكن اقولهم لك بسرعه جدا. ناصر ماهر، فوزي الحناوي، عندنا 2 حراس مرمى راحوا اعراض، محمد عصام الغندور وعمر وائل. ده في النص السنه الاولاني. النص السنه الثاني اللي بعد يناير طلع محمد حسين عضل راح الانتاج الحربي، ويوسف علاء راح الانتاج الحربي، وفادي فريد راح عمان نادي في احد انديه عمان. فسبع لعيبه من عندنا ان احنا نقدر نطلعهم اعراض بحاجة كويسه جدا، زائد 5 لاعبين موجودين في الفريق متسجلين معايا متواجدين بصفه مستمره مع الفريق الاول، زي احمد ياسر ريان، اكرم توفيق، كريم نجد، احمد حمدي، وباكا اللي هو الجنوب افريقي. ودي العناصر اللي فعلا الجمهور خلاص عارفها وبتشارك بقوه احيانا. تمام. مع الفريق الاول. تمام. وزائد عليهم زي ما بقول لحضرتك 7 اللي راحوا اعراض، طبعا النادي بيتابعهم بشكل يعني دوري على طول. في ناس بتلعب بشكل اساسي زي ناصر ماهر، وطبعا لفت نظر الناس كتير جدا. في فوزي احنا فقدنا الاتصال كابتن مدحت. يديك تقييم كويس. معانا على الهاتف مره ثانيه كابتن مدحت طه اسماعيل. كنا فقدنا الاتصال ورجع لنا مره ثانيه. كابتن مدحت اهلا بيك مره ثانيه. واحنا هنا كابتن مدحت بنتكلم عن يعني اسماء كبيره، الدكتور طه اسماعيل، الدكتور عمرو ابو المجد، اسماء كبيره تؤكد دائما ابدا القيمه العلميه او القيمه الخاصه بالتاثير الفني للشغل بشكل علمي واكاديمي. مشروع الهدف، القواعد البيانات اللي بيتكلم عنها كابتن محمود صالح ودكتور عمرو ابو المجد، هل احنا فعلا ممكن يعمل طفره عندنا كبيره في الرياضه في مصر
وعلى مستوى كرة القدم تحديدا لو ركزنا على الجانب ده؟ هو بص حضرتك، هو دلوقتي كرة القدم دلوقتي بتضر بناحية علمية بحتة، دلوقتي ما بقاش عشوائيا زي زمان. يعني حضرتك دلوقتي لما تشوف كل الأندية الأوروبية زي ما بقول حضرتك، يعني احنا جبنا سيرة الاختبارات والقياسات والحاجات دي، الحاجات دي بتتعمل من زمان جدا، احنا يا دوبك بنحاول دلوقتي يعني نحاول بنبدأ ندخلها في الأندية عندنا، هي أصلا معمولة من زمان جدا، زائد النواحي البدنية ليها والأحمال والحاجات دي كلها حاجات يعني علمية بحتة، لازم الناس كلها ولازم المدربين بتبقى درسها بشكل كويس جدا، علشان احنا عندنا في يعني بعض أولاد بيبقى بيكمل لغايه تحت 15 سنه وبعد كده خلاص بينتهي، يكون المدرب خلاص استنفذ منه كل النواحي البدنيه وحرقه زي ما بيقولوا بشكل كبير جدا، وبيوصل بعد كده 17 سنه خلاص بيكون انتهى. فطبعا احنا لازم يبقى في تدرج في الاحمال، ولازم يبقى بالناحيه العلميه داخل في الحاجات دي، والاسلوب العلمي داخل في الحاجات دي، لازم الحاجات دي طبعا زي ما بقول لحضرتك مهمه جدا جدا جدا. والدكتور عمرو ابو المجد متواجد معانا طبعا في القطاع، هو طبعا استاذ في الحاجات دي، وكابتن محمود ما شاء الله طبعا راجل يعني على ماجستير وما شاء الله عليه بيحضر دكتوراه، فيعني واحنا فينا كذا مدرب ماجستير ما شاء الله، الحاجات العلميه دي مهمه جدا، وان شاء الله باذن الله الحاجات دي هتبقى ليها يعني ناتج قوي جدا في الفتره اللي جايه ان شاء الله بالنسبه لاولاد المدرسه سواء مع الاهلي او منتخبات مصر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اشكرك جدا، نتمنى لك كل التوفيق، ونشوف عناصر اكثر قوه وافضل فنيا كمان بتضيف للنجوم الموجودين في الفريق الاول سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر في الفتره القادمه. اشكرك جدا كابتن مدحت طه اسماعيل المدير الفني لفريق مواليد 97 في النادي الاهلي.